مرة غريبة سباس نيوز ميديا. اليوم كان صادفوا جوج ديال الأبناء من ضحية جريمة قتل اللي وقعت يوم 6 نوفمبر 2018 بتراب جماعة مولاي يعقوب. هذه الجريمة اللي راح ضحيتها واحد الشيخ اللي كيفوت في السن ديالو 85 سنة، بعد ما تلقى ضربة بالعصا اللي كان كيتوكى عليها من طرف جوج ديال الأشخاص من أسرة واحدة. هذه الجريمة جات على ارتباط بنزاع حول أحقية استغلال الأرض. هذا الشيخ التمانيني كما كيحكيو لنا الأبناء ديالو خدم لمدة طويلة، تقريبا نصف ديال الحياة ديالو في واحد الأرض ديال واحد الأسرة تراب جماعة مولاي يعقوب. كان خدام كعزاب. من بعد ملي توفى الملك الأصلي ديال هذه الأسرة نضوا الورثة بغاو يخرجوه من الأرض. طبيعة الحال السيد كيخصو واحد التعويض لأنه أمضى واحد الفترة طويلة من العمر ديالو في خدمة هذه الأرض هذه. كما قالوا لنا الأبناء ديال الضحية أن هذا الورثة ما بغاوش يعطيوه التعويض ديالو وما بغاوش يسلكوا معاه المساطر القانونية لأجل التعويض. وعلى هذا الأساس ملي جا موسم الحرث الحالي نض هذا السيد بغى يحرث وبغى يستغل الأرض كما العادة، فجاولوا جوج ديال الأعضاء من هذه الأسرة هذه ووقعت الواقعة اللي توفى جراءها، بالإضافة إلى أنهم حسب صيحات ديال الأبناء ديالو اعتدوا على الأخ ديالو وعلى الإبن ديالو. الأخ يمكنك تقدموا لنا نفسكم من فضلكم. الاسم ديالي، الاسم ديالي زهر حسن. زهر حسن الابن ديال زهر محمد، ديال زهر محمد. تعرض للاعتداء من طرف هاد الناس هادو، خلطوا عليه، ضربوه، تكرفصوا عليه، وخداو له حقه بيديهم. واخا سيدي يمكنك تعاود لنا كيفاش الاساس ديال المشكل؟ شنو العلاقه اللي كتربط الضحيه بهذا المشتبه فيهم الاعتداء؟ الاعتداء ديالهم هما الناس، هو الارض بيناتهم، النزاعات ديال الارض بيناتهم، هو كيطالب حقه ما بغاوش يعطيوه حقه. سي حسن من فضلك يمكن لك تشرح لنا القراء ديال فاس نيوز ميديا شنو العلاقه اللي كتربط الوالد ديالك الله يرحمه اللي كانت كتربطه مع هاد الناس هادو اللي متهمين بالقتل ديالو؟ سميتو لي الوالد ديالي مده سكن عند هاد الناس مده 30 عام، مده 30 عام كيطالب بالمسائل ديالو القانونيه، هما ما بغاوش يلتجؤوا مع القانون. دابا ملي طالب الحق ديالو ما بغاوش يعطيوه الحق ديالو، جاوا لعندو هذا الاب ديالهم هو اللي كان عندهم من قبل مات وخلى الاب ديالي تمايا. هما من بعد منين ماتوا، منين مات الاب ديالي، جاوا هما هجموا على الوالد ديالي عطاوه قتلوه. واخا الاخ يمكنك تقدم نفسك. واخا العربي الزهر بوين المرحوم اللي مات اللي قتلوه. ولد المرحوم. ولد المرحوم؟ انت ولدو؟ انا ولدو. انا ولد ولد المرحوم اللي قتلوه. شكون المرحوم هذا؟ هو هذا. لا اله الا الله. يمكنك تحكي لنا شنو العلاقه ديال الضحيه مع هاد الناس هادو؟ العلاقه ديال الضحيه سيدي هما كانوا ناس مزيانين صراحه الله. كانوا ناس مزيانين شحال هادي، ولكن مني كان باهم عايش على اتفاقية اللي كنا دايرين معاهم حنايا، كان الوالد ديالي كيعطيه، كان عاطيه الأرض، كان الوالد ديالهم كان كيعطيه الوالد بالتولد، عاطيه الأرض الغلة بالتولد والأرض بالنص فلاحة ديالها. نعم يعني الوالد ديالك كان كيفلح الارض ويعطيهم من نصف الفلاحه كيدي التلوج من الغله. من بعد؟ ومن بعد من توفى الوالد ديالهم هما ولاو هما كيطبقوا الشغل ديال يديهم، ولاو يبيعوا الغله بلهلا، ولاو من جهه المشكل ديال التحفيظ هذا هو اللي زاد اثر كاع. قال لك تخرجوا لنا من البلاد، جات المحافظه بغى الاخ ديالي يعطي لاكارت ديال الوالد، يعني قال له هاكا لاكارت ديال الوالد، قال له انا ما كنعطيش لاكارت ديالي، يعني اللجنه اللي طلبت مني ماشي انا اللي كنطلب، اللجنه اللي طلبت مني لاكارت شكون ساكن في هاد الدار هادي. قال له
قال له ما تعطيش لاكارت ديالك. قال له عطيت لاكارت ديالك راه ما بقاش مزيان راه قتلك. شكون هذا اللي قال هذا الشيء؟ قال له هذا مول هذا السيد اللي تعرض على لاكارت. قال له ما تعطيش لاكارت. شي واحد من هاد المشتبهين اللي كتقول له انتم بلا قتلوا الوالد. لا قتل الوالد اصلا دابا اللي قتلوا الوالد. نعم. مخوت. لا واحد واحد عمهم واحد ولد خوه. واحد عمهم واحد. ومن بعد والتفاصيل ديال نهار الواقعة فين كان الوالد كي داروا هما التجاوز. تفاصيل نهار الواقعة الأخ ديالي كان بغى يدخل للمدينة. اللي مضروب عليه مصور مضروب. اللي مصور مضروب هو ولد هذا كان بغى يدخل للمدينة قال له قال له أنا قال له نمشي قال له نعمر لك شي قرعة ديال الزيت وندخل أنا وياك للمدينة. منين خرج يجيب واحد القرعة من برا كيلقاهم هما في الشانطي واقفين لقاهم في الشانطي واقفين منين لقاهم في الشانطي واقفين رجع لحالاته رجع لحالاته دابا هما هما بقاو تما واقفين هو رجع لحالاته للدار منين رجع للدار هما طلعوا جاتهم بلاد العند العائلة ديالو وولاد هذا كيلقاو هو جالس في النادر هو طلع يجيب تبن الوالد مع الوالد راك عارف كدا شوية ما خلاش يضرب تماري قال نطلع نعمر له التبن بعد هادي على ما على ما يمشيو هادو بحالاتهم من هنا وما ربما يمشيو يجيو يضربوا لان عندهم معاهم راك عارف كي دابا قالوا راه في حرات راه كيدير شي حاجه ولا هادي تخرجوا يعني قالوا هذا يمكن شي واحد عيط لهم ولا شي حاجه وما جاو منين طلع جيت النادي عمرو التبن هو وخويا جاو جلسوا داروا راسهم في التليفونات راك عارف بلي هادي لا التليفونات لا حول ولا قوه الا بالله مشى جلس جلسوا بحال ما هكا وما تا كيجيو لهم بجوج بيهم تجاو لهم بجوج بيهم قال له علاش حرتي لي البلاد ديالي قال له ما حرتهاش انا قال له حرتها با قال له با هو اللي كيحرتها قال له با هو اللي كيحرتها قال له انت اللي كتحرت لي البلاد ديالي قال له با اللي كيحرت البلاد انا مع با سير هضر مع با هو اللي مسؤول عليا دابا قال له بقى كيدير فيها قال له انا عندك الغرض انت هذاك قال له عندك الغرض انت واش بد الموت هو قال له غادي هو مشي بزعما تمشي يصور كما يصور قلت له انا ملي بغيت تصوره بعيد عليه علاش بقيتي حداه علاش بقيتي حداه هو كان بقى زعما يقول طلع لي في التليفون حيدك التليفون بقى زعما حيدك التليفون وبقى عليه دارو هكا عندي واحد الفيديو ديالو اللي كان بدا معاه هو عنده هذا كاين كلشي ماشي فيديو اوديو يعني ولد هذا دابا عنده التليفون ملي شاف هذا قال ربما نقدر نتفك نعتق عمي ولا شي حاجه دار غير ما بغاش يدير الفيديو ولا خاف يسبوا عليه هو يشدوه ويدي له داك التليفون دار غير برك على الاوديو داره في جيبو طلع عليه السلسله وهو شد ولد خويا شد خويا هكا دخلوا تحت باطو بحال هكا وقع عليه بواحد المسمد هكا هذا ديالو اليد ديالو زرقاء اليد ديالو زرقاء هادشي ما قشع هو في اليد ديالو بقى قدر كيدخل هكا الراس ديالو هكا بقى كيدخل الوالد مسكين هو خويا كيعيط بالعاده والوالد مسكين كيطلع معركة واحد العقبه كاينه تما ديال كاينه شويه د العقبه وعندهم عقافه وكيتنطلع كيجري كيوصل عندهم بحال هكا لقاهم كيضربوا بجوج بيهم كيضربوا في خويا كيوصل عندهم كيجي لاخر طيب كيعطيهم واحد الضربه ما عرفاش ضربوا حجره ولا باش يعلم الله باش ضربوا المهم ضربوا طيحهم نطيحهم ولي شحال عنده في السن 85 سنه كي شنو الشعور ديالك انت ملي هذا الاب هذا اللي ضرب عليكم انت مالو حتى اللي كتجيو كتلقى من المقتول شنو باش حسيتي شنو حسينا بالقرار شنو غدير غادي تمشي تقتل تمشي للحبس راه ندير لهم الله تسوي الخير اللي ما لقيناهمش غادي ما كنتيش حاضر ديك الساعه حنا كنا في انا في المدينه هذا في كازا انا في كازا هذا في المدينه وفين وصلوك الصور شفتيهم سيفطوهم لا وصل هو ذاك النهار وصل وصل ديك الساعه الصور انا دخلت لقيته في باب الحديد لقيته في باب الحديد هو جا وصل حتى السبعة د العشيه عاد وصل هذا السبعة د العشيه عاد وصلت ماشي وقع مع العشرة ونص اختيه باقي بالروح واخا ما كيهضرش حتى السبيطارات ما كاين لا سبيطارات لا والو سيدي صراحة بالله كاش بقاو علينا هو بقاو علينا سيرو ديو الامور كداو مركب الظهر من ظهر مهر مركب من المركب الباب الحديد دينا الظهر مهر زول والظهر مهر فوق مركب وشنو كاين شكون غيهضر معاه ما كاينش لا باب الحديد ما بغاوش يشدو قال له ما شدوش دقيقه واحده دقيقه باش ما يموتوش في يدي باش ما يموتوش في يدي دقيقه ما يجلسش عندي
ومن بعد في اخر مرحله بديتوه المركب الشيشه قالوا تردوه المركب ردينا المركب مات لهم تما في الليل الاخ ديالي بقى تما حتى هو الباب الحديد حتى هو سيرتو على الباب الحديد بجوج بهم بجوج لافيلانس داروهم في يعني المرحوم توفى في مركب الشيشه مركب اربعة ونص اربعة وخمسة في الفيديو في الجنازه سمعت السي حسن كيقول باللي راه 200 مليون 100 مليون شنو القصه ديال هذه القضيه رشوه ولا شنو هذاك خاي هو كان كيهضر ماشي انا شنو كان كيقول هذاك هما كانوا كيتفاصلوا علينا في المركب المركب كيتفاصلوا السماسريه مع السماسريه السماسريه شمينا الريحه شمينا الريحه بالله كاين تسمسرت في المركب علاش من اجل اش كاين على الوالد ديالي باش كما يقدوا الاوراق باش يهدوا الاوراق ماشي هما هذوك يعني على حسب التشريح على حسب التشريح على حسب التشريح الطبي على حسب التشريح الطبي نعم ساعات الطبيب الله يعمرها سلاح نعم تصاب الطبيب ديال التشريح واقف على رجل وحده هو كاين هذا الشيء اللي وقف معنا كامل هو بصراحة الله يعني دار التقرير ديالو دار التقرير ديالو كما قانوني وشنو الخلاصه ديال التقرير ديال الطب الشرعي؟ 100 100 بالضرب 100 هو اللي سيفطوا له تقرير قالوا له ميت حادثه وصافي ما كاينش النوع ديال الحادثه ما كاينش شي حاجه المهم قال ما كاين تاثر عنده تما ديال ما دريش هادو سردوه ديال المركب سردوه ديال التشريح هو قال له صيفط لي السيد مضروب واش انا نصيفط لك انايا هذا راه مضروب ما عنديش كيفاش ندير انا ما يخرجش من هنا قال له لا خرجش من هنا هذا مضروب بلاصه مضروب ولا شدها وصيفطها له قال له رجع كيف اللي كردها لي كيدير لي فريقه باش انا شديت هدرت عليها سميتو عليه وخليتها راه عندي عاد ولاو وهذا عاد ولاو تراجع معاهم الحال وما يوليو هما كيصوبوا وفسروا لنا عباكم باش مضروب كذا مضروب بلاصه مهرس جوج هرسات من لهنايا عاد بداو كيفسروا لنا في المركب ضربات العصا جاتو في الراس جاتو هنا في هذه البلاصه هذه هي الضربه هنا وعنده الضرب في رجليه عندو الضرب في رجلي راني شتو انا راني شتو انا عريتو في السبيطار داخل في الموتى انا عريت بوشت عندو ضربه هنا هذه عندو ضربه هنا وضربه هنا وضربه هنا فينا وضربه عنده هنا اي دايما هكا هكا والضلوع هو كنظن هذيك الضربه الضلوع هي اللي اثر لا بالراس لامورونجي هي اللي رجعت له الدم هو يعني ان المشتبه فيهم ما اكتفوش انهم ضربوا ضربه واحده مثلا ما طيحوا ولا لا ماشي غير ضربه واحده عطاو كثر من ماشي غير ضربه واحده ولد خويا كيشوف ولد خويا راه كيشوف كيعيط على لا 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 كيقول لها كيقتلوا لا لا كيقتلوا با سيدي وعمي قال لها صغير 17 عام هذا 17 عام او كاين اوديو شويه نطلقوا لك اوديو تسمع كلشي من جهه اخرى من الناحيه ديال العناصر ديال الدرك الملكي كما عرفنا بلي انهم تم القاء القبض عليهم وقتاش تلقى القبض عليهم؟ القبض عليهم تلقى حتى 11 ديال النهار ديال نهار سميتو نهار الاربعاء نعم نهار السبعة قدمتوا الشكايه ديالكم؟ قدمها المقدم اللي كان معنا المقدم هو اللي قدم الشكايه نعم عيط وعيط يعني عيط علم هذا غيحضر هذاك المشكل هذاك اول واحد اللي غيحضر فيه هو المقدم نعم المقدم هو اللي حضر المقدم هو اللي حضر نعم جاب يعني جا وصل الناس كيموتوا وكيعيط القائد يعيط للجدر كيقول لهم الجدر راه واحد ما غاديش يعيش كيقولوا لا يمشيو يديروا شواهد يهزوه يجيبوا لابيلانس ديهم ويجيبوا دابا يجيبوا الشواهد الطبيه ديالهم ويجيبوهم لي ويجيو وفي نظرك هذوك الناس منشورين في الارض كيديروا يمشيو ويجيو ديال المراقبه هذو ديال المراقبه اللي تابع المراقبه الميت يقلب ما عينبوا عليهم حتى عيط على القائد قال له هاد الناس راه كيموتوا عتق سعد القائد عتق عيط على جدارميه قال له صافي انا نعيط الجدار انا نهضر مع الجدارميه ما هضرش معاهم كاع ما هضرش معاهم هو يولي يعيط للجدارميه قال لهم واش غتجي ولا ما غتجيش المهم قالوا سيفطوا لابيلانس اجي ولا سيفطوا لابيلانس حدا فيهم ولا عيط للقائد لابيلانس هذا القائد سردوش هما ديال الجماعه ولا عيط للقائد هما قالوا له عيط للقائد راه قال هذا هما قالوا له ولا عيط للقائد قال له سيفط لنا لابيلانس جات لابيلانس ما بقاش كيفاش يدير يهزها عاد ولات ديال الجماعه اخرى الله يرحمهم الوالدين هذوك ديال الجماعه الحمريه ولا جابوا لنا واحد اخر هذوك الله يعمرها سلعه هذوك بصراحه الله كي هذا كيعرفونا الناس جاو في البلاصه عيطوا لنا بلاص ديك الساعه الرئيس الحمري عيط لنا بلاص قال له سير تقضي في الناس نعم من بعد قدمتوا الشكايه ديالكم انتم عند جندار حتى لغدا سمات الوالد عاد طلعنا لعندهم في نفس الصباح حيت هنا تبرصتنا مع داك الشيء هو معلومين وما جاوش نعم هما اللي علموه هما اللي مشاو عندهم هذوك الناس هما اصلا هما الناس كيقدموا انتم الشكايه ديالكم لغد ليه طلعنا عند جدرميه
نعم. الطبيب قال لنا سير جبو سير عيطوا على جدارمية، اختي جدارمية. نعم، وتم التوقيف ديالهم. هما اللي قبطوهم، هما هادو ديال عين بوعلي. فين قبطوهم؟ قبطوهم عند الطبيب في النرجس. يعني حتى النرجس. مشاو كيديروا الشواهد الطبية ديالهم. مشاو كيديروا الشواهد الطبية. واخا سي حسن، شنو الشعور ديالك دابا انت فقدتي الاب ديالك، واللي كان يعني واحد الباب ديال الرحمه كيقولوا هذا راه باب ديال الرحمه اللي كيتسد الانسان اللي كيفقد الاب ولا الام ديالو؟ واش نقول لك انا، راني ما عرفت من الاب ديالنا حنايا، حنا دعنا في الاب ديالنا، حنا فقدنا الاب ديالنا خصوصا بهذه الطريقه. يعني انه الموت ماشي جا موت الله كما كنقولوا. إيه كون كان جات جريمه، وكان جات من عند الله مرحبا بها، وإن جات من عند جوج الاشخاص وقتلوا لنا بانا، هذيك هي اللي بقات فينا حنايا، هذيك هي اللي كتبقى فينا حنايا. هي اللي بقات فيا خصوصا انك كنتي انت في الغربه. هذا كان مغرب، وتا حنا مغرب، انا كنمشي بالشهر 15 يوم 20 يوم شهر عاد كنمشي تما. 15 يوم كيمشي عندهم ولا حنا راك عارف خدمتي انا في وسط الماء. وشنو الرساله اخي اللي تبغي توجه لهاد الناس هادو؟ حنا بغينا ناخذ حقنا من عند القضاء، حنا كنتاجوا للقضاء ياخذنا حقنا. جلالة الملك وجلالة الملك والدرك الملكي راه وقفوا معايا ديال بيجي بن سودا. واخا اخر كلمه اللي تبغوا تقولوا؟ كنطلبوا من جلالة الملك ياخذنا الحق ديالنا، والقضاء فهاد الناس هادو تعداو علينا وظلمونا وقتلوا الراجل قد باه وكثر من باه وبحال باهم هذاك السيد هذاك وقاتلين هذاك في هذاك الشيء هذاك يديروا في الناس الحاله هذه، يديروا في الناس الحاله هذه حشومه كاع، ما خصش الانسان يدير هكاك. تعداو علينا كني منهم الله، الشيء اللي نقولو كنطلبوا الله ياخذ الحق ديالنا منهم، الشيء اللي كنطلبوا. وجلالة الملك كنصرو جلالة الملك ياخذ لنا الحق ديالنا منهم. وكنشكركم حتى نتوما.